بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دو عدد دمان والعلاها قالك هاي كوحرن هاني لكي جانال ما انتا او جماعة نبغينا ينكو سالينو اللهم سلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وحينو كهد لينا عجائب تا اي ليضا هاي استغفارتو سيدين وذا اوقن هاي استغفارتا وحلقة هلا فايدوين آذي آذو فربضان وقت قارن ويليضا هاي اولا بديو استغفارتا إلهي قرآن كيسا وحكولي والمستغفرين بالأسحار كو دنب دافق الله ويديستا وابرقا إلهي وحولا هدنا وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار وقتك سحورتهم يغو يستغفرون الله أي دنب داف ويديسانيا مركينا دونك كنا ولنهاي قفك مشاكل كي يلباتوين كهيستا وححلينا عي استغفارتا faa'iidooyinka istighfaarta waxaa ka mid ah inaanu qofku ku dhibaatoonin noloshiisa murugo iyo warbahaar iyo dhibaato inaanu ku dareemin qofka istighfaarta aad u badiya ee joogteeya inaanu ku dhibaatoonin noloshiisa oonu ku dareemin wax cidhiidhi ah waxaa u daliila taas ilaahay hadalkiisa ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu mucadibahum وهم يستغفرون إيه بأما الله ما عذابه يغو دنبي داف ويدي سنايا يعني إلهي مركز دنبي داف بدن ويدي ستيت محاي كابت بعدين يسا تاسي لبعض تدي مشاكل كياد كدحجر لحيد أي تاسي كابت بعدين يسا الله ياكله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه سيدو كالانا عفسكو وحو فرا الباب دا وناقا قوشا ليبانتا بركضا يارساق دا أيكو فرايا تان وحاو الدليل آه إلهي هاد الكيس الله حويلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا وحنكوري فقلت وحنقول استغفروا دم داف ويديس ربكم ربغين إنه على كان هذا غفارا من دم داف بدنه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل ودير على السماء سمد عليكم كركينا مدرارا حال أي تهي مد آد بقدلت بدن أو درارسا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم ويدين كردينيا بأموال حول وبنين يعرور ويجعل وحيدين يليا لكم إدنك جنات بيرو واوين ويجعل لكم وحيدين يليا إدنك أنهارا وبيال مكاتتكو قفكو انتو أدونكو كنو ليهاي محو باهن يهاي وحو ربي أردن با اللو واكن وسيي مركو استغفارتي بديي إيو ألا دم بداف ويديستي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا محاك وناكسن ما شاء الله فلله الحمد يا رب استغفار تأينام بدنو قف كستي أو أباهن حاجو قف كستي أو مرقيسن قف كستي أو ميلغا حيستو قف كستي أو وح أباهن مانتا الدنيا تقلي وحي وباهنا استغفارتنا بديو الله يسابو كرجينا ينو كربادا كقادا موحا وباهن يهي ينو سيو وهو بال ينو هلايو لما نوناقيا خير كبالان قادي يدا الله سيدو كلا استغفارتا إيه إن الله دم داف لويديستو وحي قفك كردغان ميت مروال بفرحسن يريرين يوناقيا برواقو كدحجرا وحا او دليلا ينو إلهي إلي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا تمداف ويديست ربكم ربكين ثم إن تكتبنا توبوا إليه اللحكي سأسى نقطة الله عدو سوى نقطان يا الله دمداف ويدي ستان هدي الله تمادان يمتعكم متاعا حسنا الله حويدين راحين دونا راحو يمتاع وناكسن
ila ajalin musamma ila muddo magacaaban oo dantiyaad adduunka joogaysay ee laga gaadhayo waqtigii geeridaada ilaa muddo magacaaban. Wayuuti wuu siinayaa alle kulla dii fadlin mid kasta oo fadli leh fadlah fadligiisii, yacni mid kastoo camal wanaagsan la yimi abaalmarintiisii oo wanaagsan ayaa la siinayaa. Wa in tawallow haddaad jeesataan fa innii anigu, buu yidhi waa rasuulka sallallahu calayhi wasalame, akhaafu waxaan idinka baqa calaykum korkiina inuu haleelo cadaaba yowmin kabiir, cadaab weyn maalinkii. Rasuulkeenu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, man lasima istikfaar, qofkii laasima istikfaarta, jacala allaahu lahu, alla wuxuu u yeelayaa qofka min kulli dayqin makhraja, dhibaato walba meel uu uga baxo, wa min kulli hamin faraja, hamin walbana alla wuxuu uga furayaa faraj, warasaqahu min xaysu laa yaxtasib, meelaanu ka filanayna allaahu ka arsaaqayaa. Istikfaartu keliyaata ama dembidhaafka ilaahay la weydiisto keliyaata kuma eka adduunyada, inaa hamigaagana lagaa kor qaado, xoolanaad ku heshid, barwaaqanaad ku heshid oo keliyaata adduunka maaha, aakhirana janno ayaad ku helaysaa, ilaahay inuu ku jeclaadana sabab ayay u noqonaysaa. Rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, duubaa liman wajada fii saxiifatihi istikfaaran kathiira, duubaa waxaa barakaysan liman ruuxii wajada ka helay fii saxiifatihi warqadiisii ka helay istikfaaran dembi dhaaf kathiiran fara badan, yacni cafis fara badan. Qofka warqadiisii ka helay ayaa liibaanay oo barakaysan. Innaga markaa nimcadaasoo dhan haddii laga helaayo istikfaarta, maxaynala gudboon? Inaynu ku dadaalno, inaynu badinno ayaynala gudboon. Waa istikfaartu waa shay aynu ku helayno ilaahay oo ina jeclaada, adduunka oo barwaaqo aynu ku helno, aakhiro oo aynu barwaaqo ku helno. Maxaa ka wanaagsan intaasoo dhan? Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam isagoo aan dembi lahayn ayaa wuxuu yidhi, ilaahay waxaan dembi dhaaf weydiistaa maalin walba 70 jeer. Innaga waxaa layna rabaa inaynu xabiibkeenna ku dayano isagoon dembi lahayn ayuu istikfaarta badin jiray, innagoo danuub badan inaga dhacdana maxaad u malayn? Waa inaan istikfaarta badino. Waa kelmad aad u yar, allahna uu jecel yahay, allahna uu kugu jeclaanayaa markuu arko adoonkiisii oo mar walba u soo noqonaaya oo toobad keenaya oo istikfaarta badinaya. Allaah wuu kugu jeclaanayaa, waayo qof kastaa wuu khaldamaa oo intaa qalad baa ka dhacaayo qofkii, laakiin waxaa khayr badan kuwa qaladkooda ka soo noqda. Istikfaarteena hadday noqoto mid niyad ah oo aynu dhab u leenahay, ilaahay nimcooyinkiisa ayuu inoo furayaa. Alla dembiyadu ku dhaafayaa, wanaag iyo barwaaqada iyo khayrka ilaahayna waad ku helaysaa. Adduunka oo keliyaata maaha, aakhirana sidoo kale. Adduunkaas haddana ah ilaahay agtiisa aan ka ahayn, garab kaneeco aan ka ahayn, yacni wax aad u liita ah adduunkaas ayuu haddana alla nimcooyinkaas oo dhan inagu siinayaa. Qiyaamahana maxaad u malayni, aakhirana maxaad u malayni? Nimcooyin aad iyo aad uga sii badan ayaynu ku helaynaa. Astaghfirullah alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waatuubu ilayh. Sida saxda ah ee loo akhriyo istikfaartana waxa weeyaan inaad tidhaahdo astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Waa inoo yeeshaa fiidiyo dambe cusub insha allah ya axbaabi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.